بعد الأخبار التي راجت عبر وسائط التواصل الاجتماعي والبعض من وسائل الإعلام حول ندرة 132 نوع دواء مصرف على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية. وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تؤكد أن مصالحها لم تتلقى أي بلاغ متعلق باحتمال تذبذب في عملية التموين. وأضافت الوزارة الوصية أن العديد من الأدوية المتداول ندرتها غير مدرج في المدونة الوطنية الرسمية للمواد الصيدلانية المسجلة بالجزائر، وبالتالي فهي غير متوفرة في السوق الوطنية. لما نرصد عبر صيدلياتنا الموجودة عبر كل ولايات الوطن 12500 صيدلية، أدوية خاضعة للضغط أو تنقص كميات العرض أو يرتفع الطالب على البعض منها إلى آخره، يعني نقوم بإخطار مباشر للوزارة، يعني العلاقة يومية مع مصالح الوزارة ومديرية اليقظة، ونقوم دائما بإبلاغ الوزارة اللي هي من جهتها يعني تتدخل لدى المنتجين. الأدوية الخاصة بالتخدير هي الأخرى شهدت نقصا ملحوظا في الآونة الأخيرة، أرجعته وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى توقف أكبر مورد للسوق الوطنية، لذا تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستيراد هذه المواد، وكذا اعتماد مؤسسات صيدلانية للإنتاج على المستوى المحلي. الوضع مخالف تماما لما يتم الترويج له، يعني نقابتنا والصيادلة أحسن تموقع باش يعني هما يقيموا الوضع، يعني حتى ولو كان هناك ارتفاع الطلب أو هناك نقص في العرض أو هناك ذبذبة أو هناك ضغط على البعض من المواد الصيدلانية واللي يعني ما يتجاوزش العدد نتاعها ما بين 15 إلى 30 يعني من أسبوع إلى آخر، يتم التعامل بصفة احترافية وتقنية مع كل هذه يعني التوترات. هي إذن المفارقة بين ادعاء نواب البرلمان وبين نفي الوزارة الوصية. الأيام القادمة كفيلة بكشف من من الطرفين يستند على أدلة مؤسسة تحفظ للسوق استقرارها وللمواطن حقه في العلاج.